مساء الخير اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بكم معانا في برنامجكم الحكيم في بيتك الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن مواضيع صحيه وامراض يهمنا المصريين يعرفوا عنها اكتر وياخدوا بالهم من طرق الوقايه منها في حلقه من الحلقات اتكلمنا عن الجهاز التنفسي وجبنا سيره معجزه الرئتين لكن في شكل سريع بس في حلقه النهارده قررنا ان الرئتين يكونوا محور الحلقه عشان نعرف اكتر ازاي نحميها ونتجنب كل حاجة بنعملها وبتضرها من غير ما نعرف أو ساعات والله بنبقى عارفين. الرئتين من أكتر الأجهزة اللي بتقوم بدور أساسي في جسمنا عشان يفضل كل واحد فينا عايش بصحة وبخير. هي بتدخلك الأكسجين الضروري للدم اللي من غيره خلايا جسمك تموت وبتخرج بالتالي ثاني أكسيد الكربون زي ما كلنا عارفين. لكن الرئتين من أكتر الأجهزة في الجسم اللي بتتأثر بسهولة بالطبيعة اللي حواليها وزي ما قلنا في حلقة من حلقات الأسبوع اللي فات برضو إن الإنسان بيتولد برئة وردية جميلة لكن بسبب تعرضه لحاجات زي الغبار عوادم المصانع والسيارات والمبيدات الحشرية والبكتيريا والجراثيم والدخان طبعا الرئتين بيتغير لونهم وبيتحولوا للون يعكس حجم التلوث والضرر اللي بيحصل ليهم لكن رغم إنه بنتعرض للحاجات اللي ذكرناها دي خارج عن إرادتنا في معظم الأحيان لكن في حاجات إحنا بنعملها بإرادتنا الحرة بتضر رئتينا للأسف أنتوا عارفينها وأنا عارفها اللي هي التدخين بس في ناس كتير ما تعرفش أن تدخين علبة سجاير يوميا بيتسبب في 150 تحور وتغير ضار في خلايا الرئة بيكون سبب إصابتها في النهاية بالسرطان وده نتيجة إن في علاقة مباشرة بين عدد السجاير اللي بيدخنها المدخن على مدار حياته وعن وعدد التحورات في الحمض النووي لخلايا الرئة نفسها ورغم إن حملات التوعية ضد التدخين بتركز أكتر على الأضرار اللي بتحصل للمدخن نفسه إلا إن حجم الأضرار اللي ممكن يصاب بيها الأشخاص اللي حوالين المدخن ممكن يكون أكبر وأخطر ودي بيسموها السكند هاند سموكينج أو بالعربي بنسميه التدخين اللا إرادي أو التدخين السلبي، اللي هو البني آدم يدخن غصب عنه، وده بيحصل لما الشخص غير المدخن بيتنفس الدخان اللي بيملى هوا المطاعم والمكاتب وغيرها من الأماكن المقفولة اللي فيها ناس عمالة تدخن ومش مراعية اللي ما بيدخنوش. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية التدخين اللا إرادي يعتبر قاتل، لأن الدخان اللي بتتنفسه ده بيكون فيه اكتر من 4000 ماده كيماويه، منها على الاقل 250 ماده معروف عنها انها ضاره، و50 منهم بتسبب السرطان. طب تعرف الدخان اللي بتتنفسه في التدخين اللا ارادي ممكن يعمل فيك ايه؟ كشخص بالغ ممكن يصيبك بامراض قلبيه وتنفسيه خطيره زي امراض الشرايين التاجيه وسرطان الرئه والربو. وبيتسبب في حدوث أكثر من 600 ألف وفاة مبكرة سنويا أما الحوامل فبجانب الأضرار اللي ممكن يتعرضوا لها اللي قلناها ممكن كمان يتسبب في نقص وزن موالدهم والرضع اللي بيتعرضوا لهذا النوع من التدخين ممكن لا قدر الله يصيبهم الموت المفاجئ الدراسات للأسف بتقول أن نصف عدد أطفال العالم بيتنفسوا بشكل منتظم هواء ملوث بدخان تبغ في البيوت وفي الأماكن العامة والسنة اللي فاتت بس كان الأطفال بيشكلوا 28% من الوفيات اللي سببها التعرض للتدخين اللا إرادي اللي بنحكي عنه ده كل الملوثات اللي بتصيب الرئة هي خطر كبير عليك وعلى عيلتك سواء كان من التدخين أو من التعرض لملوثات الهواء اللي قلناها لكن مش عايزكم تقلقوا رغما عن كل الكلام اللي قلناه ده في طرق وقاية من الإصابة نقدر نحمي بيها نفسنا عشان كده بعد الفاصل هنتكلم مع ضيفنا الكريم عن معجزه الرئتين في تركيبها وعملها وعن كل الحاجات اللي بنعملها وبنأذيها بيها علشان نقدر نحميها ونقدرها خليكم معانا بعد الفاصل. <applause>